السلام عليكم، معكم سمية الإدريسي العالمي، فنانة تشكيلية ومصممة ديكور. هاد الناس هادو ما بغاوش يعطيوني فلوسي، سافو دير نصب احتيال اللي اي حاجه درتها معاهم نساوها، وتنطالب بلو شيك ديالي، ما بغاوش يعطوني فلوسي وتيتماطاو، وتنعيط لهم ما تيجاوبونيش. ومن نهار اللي جيت للاداره قالوا للسكوريتي ان هاد السيده ما تدخلش. هادشي اللي وقع. هما تيقولوا لي بلاتي تدوز واحد سيمانه، واحد مره عاوتاني تيقولوا لي بلاتي واحد جوج سيمانات يدخلوا لنا الفلوس ونصبخوك انت الاولى، بلاتي صبري معانا، يلا حنا اون ديفيزي لا سيري. وتا انا اون بلوس دو سو حاطه لي طابلو ديالي، سي نورمال خصني نصبر عليهم، اون بلوس دو سو خصني ناخذ فلوسي. يعني انا راه ماشي خدامه 3 شهور ولا 4 شهور باش نتسنى هذه المده كامله. انا خدمت معاكم تقريبا واحد جوج سيمانات ولا ثلاثه ما كاملينش، عطيني صافي ساليت خدمتي خصني ناخذ لو كاشي ديالي. هادشي اللي تنعرف انا، باش تجرجروني وكل نهار تتقولوا لي اليوم غدا، ومن بعد ما تبقاوش تجاوبوني في التليفون، ومن جاي عندكم الاداره تقولوا للسيكوريتي هاد السيده ما تدخلش وتحبسني في الباب. فداك الوقت اللي حبسوني في الباب وحسيت بالاهانه، يعني حتى واحد ما يرضاها. يعني هذه اهانه اللي اي، يعني ماشي نقول اي واحد لحط راسه غير دقيقه في بلاصتي طالب على رزقك ويحبسك شي واحد في الباب، يعني دلك. وانا ما قدرتش على هذه الاهانه ومشيت، يعني عطيتهم اسبوع. يعني انا ما صفت لهم ميساج ما جاوبونيش، قلت نصبر سيمانه، لقيت جواب عيطولي اوكي، ما عيطوش انهضر، باسكو انا ما تنهضر راه تنهضر على حقي، راه ما تنهضرش على شي حاجه اخرى. انا ما هضرت باش الناس كلهم يسمعوني اللي تيقولوا فلاسيغي انا ولد الشعب. راه حنا كنا ولاد الشعب، راه كنا عندنا حنايا مشاكلنا، كل واحد خصو يسمع اراء الاخر، خصنا اون دو بارطاجي، كل واحد خصو يبارطاجي الاراء ديال الاخر. ماشي انا نبقى كاتمها فراسي ونمرض راسي ونعس ما نعاش ونفكر تمارا اللي ضربت وما نتخلصش، والوعره هي داخل رمضان، وكل مره غدا جايه وبنادم صايم والشموشات وتتهان بهذه الطريقه. حسبي الله ونعم الوكيل، ما اسمحش لهم صراحه. هضرنا على الموضوع، مشينا المكان اللي خصو يدار الديكور، وكان داكشي مزروب باسكو هما خصهم يصوروا قبل ما يجي رمضان. وهضرنا على كل شيء، هضرنا على الكاشي، وهضرنا واخا كان الكاشي شويه زعما ناقص، وقال لك ما عندهمش وخصنا نتعاون معاهم وهذا. وانا بالنسبه لي كانت اول تجربه، واللي يعني مالوغوزمون اللي ندمت عليها صراحه، اللي بقى فيا الحال ان التجربه اللي ما صدقاتش، ما زعما الناس ما 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 شدوش كلمتهم اللي انا ثقت بهم، اللي قال لك غير بداي الخدمه احنا نصبوا لك وريقاتك، نقدوا لك مسائلك، احنا ما عندناش الوقت باش هاد الاجراءات راه نصبهم لك في الاداره، غير انت خدمي باسكو راه عندك لي زاشا، عندك بزاف د الحوايج. وفوالا ثقت بهم، وهادشي اللي وقع ليا انني ثقت بهاد الناس. يلاه درت لا فيديو الاولى، وصلني ميساج يعني تهديد بان لا ما شلتش هذيك لا فيديو، ان انتبه قضائيا وما تخلصش. ومي قريتها صراحه، ما قريتها وصافي، ما يعني الناس مازال عندهم ذاك الوجه باش يواجهوك ويتهموك، وما ما حسبي الله ونعم الوكيل. هو معروف عليه انه عمره ما تيعاون الفنان وخا ولد الشاب، واش كلمه وحده اللي لا يخسرها؟ يجي اي صحفي يسول يقول لهم ديال من هاد اللوحات ما يجاوبش ولا يغير الموضوع، وباش ما يقولش راه واحد الفنانه، يعني انت تقول ولد الشعب ولا تهز بالفنانين وداك الشيء، حتى كلمه وحده ما تقولش اسيدي سميتي، قولها واحد الفنانه هي اللي دارت الديكور ولا واحد ديالها هذا بس.
او حشومه كوميم، وحنا فنانه بعضياتنا، شي تيهز بشي ولا غير شي تيهز بالمصالح وقيله. وش نقول لك، هذاك السيد الله يهديه على راسو، باسكو الواحد باش يقول لك ولد الشاب، راه ولد الشاب راه خصو يكون ضامن مع الشاب، يعني نكبر بيك ونهز بيك ونهضر عليك بصواب، يعني ماشي تقول لي هاد اللوحات ولا هاد الديكور زوين ولا خايب، يعني كل واحد عنده الراي ديالو. وما بغيتيش تهضر عليا، انت حر، انا ماشي نقول لك خصك تهضر عليا، كل واحد حر راسو. ما عمركم ما شفتوني في مواقع التواصل قبل، حتى شفتوني في موضوع سلبي، حيت انا من الفنانين اللي تخدموا في الخفاء، اللي انا عندي مشروع ديال الخدمه ديالي تنخدمها، راه في لي ريزو سوسيو راه تنحطهم، يعني فيسبوك ولا انستغرام، ولكن انا باش نجيب الصحافه، الصحافه هي اللي تجي عندي بعض المرات ملي تكون شي مهرجان ولا تيكون ندوه صحفيه، هما تيديروا معايا يعني في شي قناه، راه ما تنكونش غير انا تنهضر، يعني تيكونوا جميع الفنانات يعطيو الراي ديالهم ديال هذاك النهار، وتيكون شخصيات اللي تيهضروا. يعني ما عمري ما طرأت انني ندير شي حاجه بوحدي ونعيط للصحافه، باسكو انا هكا، يعني انا تنخدم في الظل، يعني ماشي من النوع اللي خصني كل شيء يعرفني، انا هكا. ولكن جات الظروف اللي بغيت نهضر، باسكو جاتني الحقره وحسيت براسي ان تعدوا عليا، وكصفتي فنانه يعني نكون تشكيليه او مغنيه او مسرحيه او في السينما، راني فنانه انا بحالي بحالكم، يعني انا عندي حقوق ديالي، واصلا هادشي كله انا ما تهمنيش صراحه، انني نكون في الاول نبدا في القنوات، ما انا الاشهار بزاف ما تعجبنيش، انا اصلا تنبغي نكون ترانكيل، انا تنخدم وتنخدم يعني في الخفاء. سلسله لوباي واش نقول لك، بصراحه شفت ما عمري ما شفت هذوك الناس كيفاش يخدموا عشوائيا، كل شيء تعرف، كل شيء تدخل راسه في كل شيء، يعني حتى حاجه زعما ما مضبوطه، كل شيء مخربق، كل شيء على ديرنيير مينوت، كل شيء قضي بشي، هادشي اللي كاين. يعني بالنسبه ليا انا ما يشرفنيش نخدم معاهم المره الجايه، ولا ما نفكرش كاع اصلا، باسكو حيت اللي تيشوف الحاجه على برا ما عمره ما تعرف شنو كاين من الداخل، يعني اللي كاين في الداخل راه الهلا يوريكم، باسكو داكشي بزاف. ملي تنشر لا فيديو ديالي تنقرا التعاليق، تنقراهم، علاش ما نقراهمش؟ ما شي با لو جوغ لي صافي درت لا فيديو راه صافي، ما هذوك نقدر نتصدم، لا ما نتصدمش، كل واحد عنده راي التعبير ديالو، كل واحد تعبر كيما بغى، كاين اللي تيقول صواب، وكاين اللي تحتقر، كاين اللي تعير، الناس ما فاهمينش الموضوع بالضبط. وش نقول لك، انا ما نقدر نتهم حتى شي واحد، نقول جا من بلاصه اخرى ولا مصيفطين من بلاصه اخرى، اللي بغى يقول شي حاجه هو حر، حنا مغاربه عندنا حريه التعبير، قول سيدي اللي بغيتي، قول يا لاله اللي بغيتي، حيت الواحد اللي ما يحط راسو في بلاصتك ما عمره ما يحس بيك. انا ماشي ضد السلسله ولا ضد شي حاجه اخرى، انا ما ضد حتى واحد، انا حاجه وحده، انا كنت نطالب على رزقي، انا تنطالب انا يا فنانه، انا جد درت لكم ديكوراسيون لهذاك لا سيري وعطيونا رزقي، تبارك الله شفت هذوك الوليدات، انا تنتفرج انا والعائله ديالي في هذاك لو بوي، وشاك فوا تنتفرج في هذاك في لا سيري تنتفكر هذوك اللحظات اللي كنت ندير الديكور وداك الشيء، وتبارك الله على دوك الوليدات الله يحفظهم لوالديهم، كيفاش تبارك الله ناضجين، كيفاش انا عجبوني صراحه، ما عندي ما نقول لا سيري غيان افوار، سافي دير راه الناس خدموا حتى هما وضربوا تماره، ولكن انا تنهضر على للداخل، سافي دير الاداره، يعني ماشي لا سيري غيان افوار، باسكو ماشي نقول لك لا ما تنتفرجش فيها، لا تنتفرج فيها، تنشوف خدمتي،
تنشوف خدمتي، انا تنتفرج فيها وتنشوف خدمتي، وكاين شي لقطات تضحكوني وهي تنضحك، ولكن تنضحك ومالوغوزمون انني ماشي ديك الضحكه ديال الفرحه، انني تنقول مالوغوزمون علاش وقع لي انا بحال هكا معاهم. وهذا الشيء اللي نقدر نقول، وتنتمنى ان رسالتي توصل لجميع المغاربه في ارض الوطن وخارج ارض الوطن. انا حاجه وحده، انا ما باغا والو، انا حاجه وحده باغا رد الاعتبار. واش بنادم تياخذ لك رزقك ويظلم عليك تهينك؟ انا تنهضر بالدارجه، تنهضر سبونطانيمون، يعني انا من داك النوع اللي في قلبي تنقولو، يعني ما تنخممش باش نهضر. انا باغا رد الاعتبار ماشي الاهانات، وبنادم يحتقرك وبنادم يبدا يصيفط لك ميساجات تهدد فيك، هذاك راه ولا تهديد. هادشي اللي تنطالب. رسالتي للشباب ولا للشابات، هما يردوا بالهم في اي خدمه ولا اي ستاج يطلبوا الكونترا ولا اي وثيقه انهم دل انهم خدامين في هذيك الشركه، ما يديروش بحالي اللي تنصبت عليا. اول مره اللي انا صراحه خدمت وخدمت بعقود وكل شيء، وتقتبد الناس وما تثقوش. ديما ردوا بالكم وشكرا.